فخليني أسألك، يعني بعد ما أنت ذكرت أنه شهادة المسيح هي عمدة الشهادة للوحي، السؤال اللي التالي، كيف يمكن علميا أن نثبت عصمة الكتاب المقدس؟ تفضل. حضرتك أسيس نزار، أنا حابب أن نتفق مع المشاهدات والمشاهدين على الآتي. علينا ونحن نتحدث عن كيف نثبت صحة وعصمة الكتاب المقدس علميا أن نختار الميزان الذي نزن به الكتاب المقدس. لكل شيء لكل كيل مكيال، فمقياس الأثير بكيلو سايكل والمقاومة بالأوم والضوضاء اللي احنا عايشين فيها في هذا العالم بالديسيبل، قوة الكهرباء بالفولت، المسافات الكونية بين الكواكب المختلفة ما تتقاس بالمتر ولا بالكيلو، لكن بتتقاس ب 300 ألف كيلو في الثانية في 10 مليون كيلو متر، المسافات الكونية في السرعة الضوئية، السنة الضوئية. إذن علينا أن نختار يا سيد نزار، علينا أن نختار الميزان. سؤالي الأول، ونحن نتحدث كيف نثبت عصمة الكتاب المقدس علميا، خليني أسأل السؤال، هل العقل هو ميزان كلمة الله الذي نزم به كلمة الله لنعرف إن كانت صحيحة وموحى بها ومعصومة أم لا؟ يقول الرسول بطرس في رسالة بطرس الثانية أصحاح 1 الآية 16، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة. الله لا يريدنا أن نغفل عقولا على الإطلاق، لكن إذا كان الإنسان قبل السقوط سمع من فضلك للكلمات في كورنثس الأولى 1:21، يقول الكتاب لأنه إذ كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، استحسن الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكراسة. يعني إيه؟ يعني آدم وهو في حالة البراءة يتمتع بقدرات فائقة وعظيمة جدا، إذا كان آدم في حالة البراءة قبل السقوط ترك مصدر المعرفة وهو الله عن طريق الطاعة، المعرفة عن طريق الطاعة، واختار شيء آخر، اختار المعرفة عن طريق التجربة والخطأ، فهل إذا كان آدم في حالة البراءة لم يعرف الله بالحكمة، فهل بعد السقوط يمكن أن نعرف الله بالحكمة البشرية؟ ألم يتأثر الجنس البشري كله بهذا السقوط؟ في آدم يموت الجميع كما يقول الكتاب المقدس. نحن إذا أردنا أن نحكم على الكتاب المقدس، على كلمة الله بالحكمة البشرية، سنحكم عليه من البركة الآسنة من الفساد الذي فيه نعيش. أنا عايز أقول كان أمام آدم مئات الاختيارات الصحيحة وهو قبل السقوط، واختيار واحد خاطئ، لكنه قرر أن يترك مئات بل آلاف الاختيارات الصحيحة ويختار الاختيار الواحد الخطأ. وسؤالي هو الذي أتحدى به نفسي، أنا لا أتحدى أحد، لكن أتحدى فكرنا وعلمنا، وأقول هل بعد السقوط ونحن أمامنا بلايين الاختيارات الخاطئة واختيار واحد صحيح هو كلمة الله هو شخص الله نفسه، هل يمكننا بعد السقوط أن نترك عشرات الآلاف والملايين من الاختيارات الخاطئة ونختار بعد سقوطنا وعجزنا هذا الاختيار الواحد الصحيح؟ أنا عايز أقول النهاردة، شوف كوفيد-19، هل العلماء كل علماء الدنيا بما وصلوا من تقدم يقدر واحد فيهم يقول أنا أجزم النهاردة بمصدر كوفيد-19؟ هل هو معملي ولا هو طبيعي؟ كل العلماء تضاربوا في هذا الأمر أمام فيروس صغير لا يرى إلا بأدوات خاصة، لذلك فالعلم يصيب ويخطئ. كل المعجزات فوق العقل يا أسيس نزار. نعم، كل المعجزات فوق العقل كمان. هل يمكن أن نزنها بالعقل؟ العقل نسبي. يعني عاوز أقول نسبي. آسف قسيس، عاوز أقول أنه العقل هذا محدود، شوية اضطراب منحاول نفهم الإله الغير محدود ولا متناهي، الإله الخارج، أو يعني إحنا محدودين في الزمن،
فالرب هو فوق الزمن. يعني بتذكر الآية التي تقول يعني لكل كمال رأيت حدا أما كلمتك فواسعة جدا. إزاي تحددها في أمور محدودة بالعقل البشري أو حتى المنطقي؟